يا صباح الفل يا ندى. صباح الخير. اسم يعني الرياضه نفسها عملت مشكله في البدايه علشان هي السيف ولا الصبغ، عشان هي اصلا حاجه فرنش يعني في فرنسا كمان نشات. يعني خلينا نعرف منك بقى اصل كمان الاسم والرياضه نفسها. اوكي، هي الرياضه في الاول اللي الناس مش بتكون عارفين هي ثلاث انواع مش نوع واحد، كل نوع ليه اسم بتاعه وليه القوانين بتاعته المختلفه. اول نوع اللي انا بلعبه هو سلاح السيف بالعربي، وبالفرنسي سلاح الصبغ. النوع الثاني هو سلاح سيف المبارزه وبالفرنسي ايبي، واخر نوع هو الشيش وهو ده الفلوري. وايه الفرق بين الثلاثه؟ كل فرق بقى كل نوع ليه المكان اللي بنحط فيه اللمسه، الهدف بتاعه مختلف، اللبس بيبقى مختلف، بس هو من بره بيبقى شكلنا واحد، بس يعني بيبقى فيه شويه اختلافات بسيطه. اول مره اخد بالي ان لبسي مختلف. ما مش بتبين قوي يعني. بس بيبقى برضو التارجت او الهدف اللي بنحط فيه اللمسه مختلف، وبيكون السيف نفسه شكله مختلف. مثلا سلاح السيف اللي انا بلعبه بيكون الهدف بتاعنا باللمس، مش بيبقى فيه يا اما توش يا اما لمس. انا النوع بتاعي باللمس بس، وبيكون في الجزء اللي فوق بالراس. سيف المبارزه مثلا بيكون الجسم كله حتى الجزمه، بس لازم بالتوشي مش باللمس. واخر نوع الفليري بيكون بس في الجزء بتاع الجسم، وبيكون برضو بالتوشي باللمسه. توشي بالفرنسي. البرنامج بقى دولي يا اخوان، البرنامج ده عالمي. طب ندى، عرفينا عن اصل يعني نشات في فرنسا امتى؟ مين اللي كان في الاول يعني الناس اللي هم النوبل اللي هم اللي كانوا في الاول بيمارسوها؟ خلينا نعرف. هي اللعبه طبعا من زمان جدا، اكيد كل الناس كانت بتشوف الناس هم حتى في الافلام زمان كانوا بيلعبوا بالسيف مع بعض، هو ده كان حقيقي يعني، ما كانوش بيمثلوا قوي. فاللعبه من زمان قوي وليها تاريخ طبعا عظيم، وهي اصلا فعلا نشات في فرنسا، عشان كده معظم الكلمات بتاعتنا بتكون بالفرنسي. يعني التحكيم حتى اون غارد بري الي كله حاجات بالفرنسي. ف بس قويه في البيت وانت داخله اي مباراه. بس فكره ان السيف ورياضه سلاح السيف او يعني المبارزه بالسيف، مش تحسيها وخصوصا ان انت ابتديتيها بدري من سن 12 سنه على حد علمي؟ ده مش بدري قوي يعني بالنسبه للسلاح. بس انا قصدي اقول لك ان هي ممكن تكون اختيار صبياني اكتر للاطفال اللي في المرحله السنيه دي. صح كده؟ لا انا ما بحبش عامه موضوع ان هي اولادي او في الالعاب عامه، لان هي طبعا بس انا بتكلم ان يعني شيء ملفت للنظر ان في رياضات بعينها بتلاقي ان نسبه المشاركه النسائيه فيها نسبيا اقل من المشاركه الرجاليه. بالظبط. بس هي السلاح تبان من بره ان هي فيها عنف او كده، بس هي العكس خالص. السلاح كله عباره عن تكنيك، ويكون في سرعه رد فعل، ويكون في سرعه في القوه. يعني الموضوع مش كله عنف يعني، لا خالص، ذكاء وسرعه رد فعل، وازاي تكنيك وازاي افكر في اللعبه بسرعه تحت ضغط. يعني كل ده ما اظنش ان في فرق بين ولد وبنت. طبعا لما تيجي تتكلم عن الذكاء بقى خلاص كده المرأة عدت. احنا هنعرف نتكلم بجد، مفيش مقارنة. مفيش مقارنة. فالموضوع مش عنف ومش لعبة مش زي ما بيبان، لا الموضوع فيه وراه احنا بنبقى بنفكر تحت ضغط كتير، انا هعمل ايه دلوقتي في الماتش. فلا يعني مش زي ما بيبان، مش صبياني.